صاحبي راه ما كاين الحب الاساطير دار رياكشن زياب. لا تقول اونيل. لا ما نقولش اونيل الاساطير. دابا تمجيد تمجيد الدات جبار جبار حيت شي وحدين وليت كنشوفهم كيديروا رياكشن بدلوا بالكونتوني واخا الكونتوني مبدله عليه ولكن زادوا بنادم مرضوا لي راسي ماشي مشكل خصنا نتجبر في هذه اللحظه ربي اللي فيهم دابا انا اوني لا بور في لي بيتيز. واش الدراري السلام عليكم كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير نتوما كتشوفوا هذا الفيديو مرحبا بكم في نهار جديد انرجي جديده ورياكسيون جديده واحسن رياكسيون في مجره درب التبع. واليوم جيناكم في التراك ديال بي اكس يو بي باريز غير العنوان كيضحك دراري. هذا التراك هذا ما عرفتش واش غيجبد البيرسوناج اللي في عقلي ولا شي بيرسوناج اخرى اللي فعقلك ضروري غير اللي فعقلي ما عرفتش شي حيت ما بغيتش نسبق الاحداث شغل العنوان وكنكثر ستوريات هاد الايامات البارح قال لك سجلوا هو كيضحك قال لهم يعني غنشبعوا ضحك يعني شي حاجه عارف غتكون نفس بحال نفس الموضوع ديال ماريجيني نفس الموضوع هو في جهه اخرى فهمتي الدراري هو العنصر النسوي كنظن كيف ما ديما عيد المرأة بفهم زعما هاد العيد عيد المرأة عيد المرأة ولكن هادو يقدروا يكون هو ما كيعتبرهمش من المرأة وحاشا ولله هاد العنصر البيرسوناج اللي غادي واش ينساب للمرأة فهمتي الفكرة ان العنوان باريزة مازال ما دخلش العقل المهم انا دخل لي العقل كيف ما ديما لكتي اول مرة كتشوفنا تهبط لي تحت سبسكرايب وتلاحى عندنا الانستغرام ولا هذا تما غتلقاونا ديما ودخلوا نسمعوا باريزة يو بيكي بدا في هاد المواضيع اي باريزا اي باريزا دابا الدراري نقول لكم واحد اللعيبه قبل ما نبداو الرياكسيون انا لو كان كنت راب كنت غادي نفكر بحال يوبي يعني فهمتوا يعني كي المواضيع اللي كيفكر فيهم كيعجبوني كيمشي شي مواضيع كنتفق معاه في شي لعيبات في شي اخرى في شي حوايج اخرين ولكن المهم نصير الله أبي ريكوردز تحياتنا هابيس اللو فيها البنة وممنوع الشباب يدنا ومودرن وخاطئة الحنة وما تعرف لا نار لا جنة سترونج ومن وراح تدفنة وكتفوت هي انت يدنا استنى يا شرم استنى تعود وومن اندبندنت وومن سترونج اندبندنت وومن يعني اللي كيخدموا على راسهم لا ماشي اللي كيخدموا على راسهم ماشي داك المعنى اللي فهمتي مني داك المعنى اللي خدامين على راسهم بطريقه اخرى المساواه فهمتي المساواه فوق الراجل فهمتك اخي ولكن هو واقيلا هضر على الاخرين صحاب السطوريه نشوف مودرن وخاطئه الحنه وما تعرف لا نار لا جنة سترونج ومن وراح تدفنا وكتفوت هي انت يدنا كتفوت يا جن استنى تعود الدور تطيح حنا حبلي زابوني شوف انت يا ضرب بالنح هذه في انستا تراكولي تحط ستوري دير رايحه عايشه لافولي تصديبي وما تتسرى هذا هو البلان راه باين الدراري شوف هاد النوع كنكرهوه صاحبي حيت غنبدا نهضر الفيمينيستا تيهجموا علي اللهم نسك صامطه دي زولي تصور كلش تكتب فود تصور لنا اللوبيا نار ضربي اللوبيا العدس اللوبيا راه مزيانه تي انا اللوبيا صافي ماشي شي طاكو سيس صور لنا العدس صاحبي بان العدس صافي ماكله عنصر الحديد غير هو تعرش لي تتسلح هذه تحب تاكل برا صور كلش تكتب فود دايره بيرسينج في السره شعرها مصبوغ ومشدود بان فريزو كل مره تحكي بمستوى محدود تحب يدوها في الجره اقسم بالله المعبود دابا الدراري اي فرحه الدراري الفتره كيشبعوا ضحك وغادي ايدو يوبي فهمت لاحظت بصح حيت ما حتى شي بنات زعما راه ماشي البنات كاين كاينين شي بنات اللي غايدو لان بصح هذا الشيء هذا حيت كاينين واحد النوع ديال البنات راه صعب لا اله الا الله وصافي ما فهمتش كيفاش نوصفهم ولكن المهم اما بنادم اللي كيتبع داك النوع ديال البنات اللي كيمشي كيحط لك ماكله ماشي غير بنات حتى دراري كيحط لك هذا ماكله ديما الماكله ديما مالك الله يلعبها نستافد منها درينا صاحبي دير بحالي حط ستوري فيهم لونطرين ما يشبه ما والو ما يشبه ما والو ديوثو يفرن عليها واختو ما يعطي لها والو دليلو طالك حناك وشفناه ماشي واش جبت الدراري هادي جبت الدراري بواحد الطريقه في شكل طروات طريقه طروات اختو ما يعطي لها ما يعطي لها والو طالك حناك وشفناه ماشي عليه قالوا غمالو هذه دايره فيه الدير وهو الفم تحلالو فان صحاب العط حياتها فيك حياتها فيك تكره قاع الناس وقلبها كحلهم ديري التوتا هذي شبعة جديدة دارت فوطو تشعرت سودا تبيع يمها على جلشي صبات لبوتا واحد لعبوكس بغي نقولها شاد بنت لي ديال السطوريات وكذا راحنا
العرب ديال افريقيا راه قليل اللي جيتي تشوفه واخا كيبان لك بزاف، ولكن مقارنه مع الخارج وكذا راه تما جات لانسبيراسيون اصلا. الخليج راه عرامه صافي، الخليج بزاف راه مصيب، راه كارثه. سناب 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 ستوريات مش كثر حتى الرجال ديالك بيضه ما تقليهاش هي وكي بيضه ما تقليهاش رجع 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 تحب تماكي بيضه ما تقليهاش ما هي لكروشة وبوتين ما يفليها تقدر تراطي حياتها عادي ما لابيب ما تراطيها وقلب بالبيلي تقدر تراطي حياتها ولكن لابيب ما تراطيهاش. سلام حبيباتي، جبت لكم واحد البرودوي كيخلي لك نيف كبير عامر بالماء. هذا الماء هذا طبيعي وحا ما غير الروبيني انا قلت نيفك ولكن اونتخ بارونتيز حاجة اخرى. ناسر الله حبابض ما تقليهاش هي ولي كيما هي لكروشة وبوتين ما يفليهاش تقدر تراطي حياتها عادي ما لابيب ما تراطيهاش وقلب بالبيل البي تفهم الحاجة اللي ما تخطيهاش تعرف شي 15 كعبة ترفد عليه الباي نسكتو خير ما نقولوش راو صاري في دبي راني هو واحد اللعيبة كان قالها شحال قال لهم باغي نجبد العميق يعني مور ماريجيني قال لي ندير تراك العميق يعني واحد السامع شنو وقع له في دماغه وقال تقلب قال لي نجبد نجبد هادو انا عرفتي حتى دير الظاهرة أكثر من العميق يعني الظاهرة بزاف هذه ماشي غير ظاهرة بزاف ونتمنوا يوبيلز العميق مور هاد عميق انت باغي نضحكوا شوية نسكتو خير ما نقولوش راو صاري في دبي راني في شيغاتون ماشي غير ستوري في الراي تشوفني قد اي فلاي لانها بنت الحاي فابوني اشعل من مكبوت فيهم واحد ما محبوب هادي كاين هادي كنصفق لك اخويا يوبي حيت شكون اللي طلعهم الشان هادوك المكابيت مكبوتي راه اي واحد اصاحبي داير ابوني لهذا النوع هذا راه خصني نشدك فاطمه بيوتي فاطمه ما قصع شنو كتشوف ما كاينش فاطمه بيوتي شنو كتشوف شنو كتشوف شنو باغي تشوف كاجبوه شي قليل الباع ما فهمتش انا الله يما فهمت مالك صاحبي انا بنت الحاي فابوني اشحال من ابوني اشحال يوم واحد ما محبوب علاش راك لاصق في هذا الناس وانت يا كل مكلوب الكلبه وتجري مور تم بلانك لعبوا ديك النقطه ديال بنادم مكبوت كيبينوا شي لعيبه في الطاي شي لعيبه كدا فهمت عارف تبين لك شي سداري كتقول لك كنت ناوي تحيد لي ابوني راك غادي نحط لك شي ستوري استمراريه معايا استمراريه نشدك نشدك لعند ماشي انا ما تهضرش قول له غنشد زعما كنعطي مثال انت كتبع غير داك صحاب القرايه الشيء اللي كدير ديال واحد ايه واحد عوج بالمقلوب رحنا عليك الخماجة صاحبي والضيق في الكلوب والله يستر وجهها يخرج منه الشر حبان بالعين تحقر دخلها في أعداء المطر هذه ما تعرف لقدر هذه ما تقدر تهدر باش تلحق أول فكرة في رأسها لازم في مخها تحفر قال كادي باش باش خرج فكرة من رأسها صحف رأسها معلم ما تقدر تهدر باش تلحق اول فكره في راسها لازم في مخها خاوي كل يوم تسلم على الغاشي كل يوم العيد كل يوم عندها لعب شباب نعرفهم دايرينها عبيد واو خلطت باني باللي تموتي اللحظة فهمتي تبلون قالت لي الفولورز ديالها دايرينها مع عبيد يعني بحال اللي دايرهم بحال العبيد بالرجوله انا راه كنتفق معاه في هذا الشيء وقال لك قال لك واحد اللعيبه ديال كتموت على الحديد كاين واحد النوع صاحبي عرفتيه كيموتوا على الطوموبيلات خص يصور لك الطوموبيلات اللعيبات انا في البلاصه الفلانيه انا هنا مشيت ناكل هنا بالطوموبيل صور لنا شكون كيخلص صور لنا هذاك اللي كيخلص وريونا الكواليس فاش كتكون العصا ديال الرويضه هكذا فهمتي سنصورنا داك الله خاطر وريونا الكواليس البنات اللي كيديروا هادشي هذا وريونا الكواليس تاعهم باغيين نشوفو نشوفو الكواليس ما وراء داكشي نشوفو هادشي هذا هم دايرينها عبي خلطت باني باللي تموتي على حديد كل يوم نشوفو عندك طابلو دبور جديد كل يوم نشوفو عندك طابلو دبور جديد هادو في سدول امه كل ما هو هو تخلو ما دوك اللازازين علي دخل 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 نتقد برقي صفافح في التيك توك هادو في سدول امه واحد بغي نقولها قولها ابي ومنز داي الدراري اللي كيشطحوا في التيك توك فري عادي نسيت ما قلتهاش عادي باش كاين هاد اللعيب باش نباركو لكم حتى انتوما سير انتوما مبارك برقي صفافح في التيك توك هادو في سدول هادو في سدول كل ما خرجوا من ديار الناس وخرجوا يديروا الحمه ردوا المراه اكسيسيب يحصر على جيل امه من صغر خايفه تتزوج الله يعطيكم غمه الله يعطيكم غمه شوي لي زابوني عاد حاكم الغرور تعرف في الدور خير منك ونسات المربورو والدورو تحبو خضرو ما تستعرف بالطورو المشكل هي اللي تتزوج وبنات
فاميليا يبورو. هادي هادي متفقين معاك اخيو حيت اخيو دابا انا هادي فلسفيا حيت دابا الرجال واحد الفئه ديال الرجال ماشي الرجال كامل واحد الفئه ما نجبدكمش كاملين خلينا بعيد عليك حنا راه حنايا كنرجال غير باش نشوفش واحد الفئه ديال الرجال فين كيمشيو فين كيمشيو فين كيمشيو قول لي انت فين كيمشي منين كيمشيو يتزوج ما كيمشيوش عند بنات العائله كيمشيو لهادو كيمشيو لهادو باريز وفي التالي كتعذب امه كتعذب له الجره الجرجره مزيان الارض خريويه هادو الريبوكا رجع رجع تو بنات فاميليا يبورو فردو الارض خريويه هادو الريبوكا كائنات الدنياويه هادو انا خاطري فروحها حارت صالت جالت قالت واش راه صار لي واش راه صار النجوميه عطاوها حصه فلادي واحد العيبه باغي نهضر معاك انا عارف كتناقش معايا فيها مزيان دائما في النقاشات بلاني كنجبد داك عارف كتهضر هذه واحد اللعبة تحسب اليوبي عزيز عليا فيها يوبي كيضرب في هذا النوع هذا عكس رواب اللي كيبغيو يتعاشروا معاه فري فري هذا اللعبة كاين رواب كيبغيو يتعاشروا معاه حيت هذا النوع هذا داير بحال الدبان فهمتي بيبليك بحال الدبان يوبي كيقصفهم الا تعاشروا معاهم غيزيد بيبليك على بيبليك فهمت بحال دابا هذه شي حاجه بيوتي مشى عندها شي فنان يطلقها ستوريات كذا تقدر تولي مغنيه كاع تقدر تغني معاه تولي مغنيه حيت هي عندها بنادم حمار كيتبعها يقول لها صوتك زوين علاش كتبعوا داكشي يوبي كتعجبني في هذه اللعبه يوبي كيضرب فيهم ما باغي يعاشر حتى واحد يوبي باغي يعاشر غير مول الاستوديو صافي ولات كاع ما تدخل للدار ما كتدخلش للدار هاد ولات الدور مع بو مليار ولات تشوف في روح ستار لا دي هضر اللي قلت سال هذا كاع في جالك كاع الحمار ها انت الحمار شفت البورش نسات الكار شفت الدنيا نسات النار انا بزاف لي ناسين النار ستار هذا اخيو بيت ستار هذا زوين تراك على طريقه ماري جين ونفس الريكورد الباقي هو اللي خدمو ابي ريكورد الكار شفت الدنيا نسات النار شفت العط بدات العار شفت العط بدات العار شرت الاربيتر نسات الفار انا شفت العاقه وعلى سطر هذه حبست فيها انا شفت العاقه نسات نسات سمع سمع شرت الاربيتر نسات الفار شرت الاربيتر نسات الفار الفار يعني بغى يمثل بان راه ربي كيشوف راه كيشوف فهمتي يعني الا كنتي باغي في حياتك ربي راه كيشوف ياسين والديكم ياسين خوتكم راه ربي كيشوف كنت فيها بطه كبيره وذكراي طمعه في الطلعه رايحه طال مخ اكوتي رايحه طال جاسد سلعه حتى كل طوني اونلي من السبعه للسبعه عقل هذا بكي الشمعه ما تسمع بكلمه سمعه خيو بي راك عجبتيني فتره هذا مور ماري جيني هو بحال بحال إيه المواضيع نفس المواضيع نفس الشقه غير هذا بان لي برك مزيان على برك عليهم الاخر اللي قلتي سمعتي راه برك عليهم الغريب في الامر ان يوبي داير هادشي هذا يعني كساركازم باغي ناشط ضاحك ولكن في نفس الوقت راه كيعالج واحد الموضوع اللي ولا خانس في المجتمع كيف يقول بنادم بالروج حيت السوشيال ميديا ولات خانزه ولات موس خاصة يعني بنادم غير يمشي يعيش في شي غابه مع القروده مع طرزه ولات حتى ما تعيش مع واحد صاحبي ابونين هادو صح زكا عامر خرا وكاسك ستوري ما بغيتش تخسر انا عرفت كتحمس وتخسر زكا زكا راه عادي صافي غيسي باريزه صوتك برا على شراكي تنقي في النبره وليتي افا وهضرتك في بنات الناس متطفره المرضى وماشي فيها ادعو لها تبره هذا الخطره اختك من الوصفه اللي تسمى نشوفي وصفه تردك كمره واحد ما قال هذا سطر شوفي وصفه تردك مره حيت ماشي غير اجي يكون مره راه المره فهمتي اخي راه هادو ما حشومه انكم تصنفوهم من معشر النساء هذا الخطره اختك من الوصفه اللي تسمى نشوفي وصفه تردك مره واحد ما قال لها اليوم بيبي تبال هاي تندب واحد ما قال لها تشبهي لابوبال عنده واحد طنز في هاد الغرة رب العالمين هذا علاش يوبي دائما كنقولوها مقود في ليكلاش هادشي علاش لأنه واخد الأمور بساركازم الساركازم يعني الفكاهة أنا نضحك عليك نضحك عليك بنات نديرو عليها شي نقابة في الدزاير شي نقابة مقود واحد ما قال لها تشبهي لابوبال هاي تكلب خرجت من الواقع دخلت زنقة لابال هاي تحلب واحد ما سقساها من شرات السروال هاي تكذب هاي تكذب هاي تكذب هاي تكذب ستيو عمسان داك الشي غريب كيبقاو يديروا إشارة صغيرة برا هي كتسول راسها كتسول راسها مين شريتي داك السروال شريتو مزار سلام حبيباتي هاد السروال هذا شريتو كيخرب وحدو الله يعطي أمك العادة غير إشارة عليكم كيما راكم عجبتها السيرة صاحبي تبعوها كاع
تحسبها عالمة ومفسرة، تهضر معاها تحسها دارت شي مذكرة، تحسها كتبت كتابات كي تقول لك مؤثرة. هذا هو البلان اللي كاين، كتحس بها كتيبة ولا شي حاجة، صوبتنا شي حاجة، هي راه صوبتنا بصح شي حاجة، صوبتنا علم الخرا. تلقونا حشاكم صحيت تسموني وتقول انا خاطري نسات العدس واللوبيا راه عاجبها الباني، هادو اللي هضرت عليهم في اللول ما ننسات الجبارة عيك باكني هضرت عليها اشكاتو راهي حابة تباصني. ايوا فيها وجه تكرم وراطك النقابه، خاين النقابه نقولوا نقولوا مشرملين الرجاله كيقدروا مشرملين ما عندهمش الانترنت، ما عايشينش معاه الله ريني ما عايشينش معاه ماريجين ما عندهمش انترنت تلقى ماريجين ماشي دارت حاله في التيك توك عاد ولاو كيشطحوا عليه، شدوا داك البارتي ما فاهمينهاش كيشطحوا عليه واش ماريجين ماريجين باريزا يلا يا دي ما خلقتها باريزا باريزا مصطلح ونسنا بطرق للعميق دراري رمضان يوبي غريب في هذا الموضوع يا دي يا باريزا باي باي يا خيو بيتهلا فراك. انا ما فهمتش كي درنا ضربنا 16 دقيقه في هذا الرياكشن هو مارجيني كان عرفتي تايا انا كنتلاقى مع يوبي العميق ان شاء الله 20 دقيقه العميق عندي لكم موعد شوفوا هذا التراك ناضي برود ما هضرناش عليها برود قي ابي ريكوردز ناضي حلاوه وهذا ما كان هادشي اللي كاين الدراري هاد النهار تشوفوا فيديو جاي تصاوروا في راسكم.